السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة بروسو. فيديو جديد من فيديوهات القناة. إن شاء الله النهاردة فيديو جديد من فيديوهات السي شارب إيمج بروسسنج. إن شاء الله النهاردة هنشرح الكاني إيدج ديتكشن. الكاني إيدج ديتكشن هي ألجوريزم نيتف فانكشن موجودة في الإنجو سي في أو الأوبن سي في اللي هي بالطبع إنجو سي في ورابر ليها. دي بتتيح لك إن أنت تعمل ديتكت للإيدجز اللي موجودة في الصورة عندك. يعني مثلا لو أنت عندك صورة هنا تدكت الحواف اللي في الصوره اللي هي التغيرات اللي في الانتنسيتي الارضيه، هي عامله زي السوبر بس هي السوبر ايه مجرد خطوه فيها، فاهم؟ يعني زي ما تقول زي ما زي ايه زي ان الكاني دي تطوير للسوبر بس هي السوبر هي موجوده فيها. يعني احنا لو بص لما نيجي نبص على الخطوات اللي هنا اللي موجوده في الكاني هنلاقيها موجوده برده السوبر فيها. طب الكاني بتشتغل ازاي؟ سيبك من الكلام ده كله، هو كل ده هي مجرد داله بس، فاهم؟ احنا بنستدعيها من هنا. هي هنا دي الكاني بس هي مجرد داله وبتطلع لنا الاوتبوت بس. اول خطوه في الكاني انها بتعمل الجاوسيان بلاور عشان يعني تنعم الصوره شويه، عشان لو فيه في الترات بكسلات قريبه من بعض فايه هتحاول تساوي بينهم. تنعم الصوره شرحنا الجاوسيان قبل كده طبعا. بعد كده تاني خطوه بتعمل فايندنج للانتنسيتي جراديانت اوف ذا ايمج اللي هي الصوبل. بتجيب ال جي اكس والجي واي اللي هي الدريفيتيف في اتجاه الاكس والدريفيتيف في اتجاه الواي، وبتجيب الماجنتيوب بتاعت الاكس والواي. يعني بتاخد كل بكسل في الجي اكس وكل بكسل في الجي واي بتربعهم وتجمعهم وتاخد السكوير روت بتاعتهم، فدي اسمها الماجنتيوب. بعد كده بتجيب الانجل بتاعتها، بتجيب التغير ده في اتجاه ايه، في اتجاه الاكس في اتجاه الواي اللي هي الزاويه بتاعتهم. طبعا الزاويه طبعا اللي هو الزاويه دايما بتكون عمودي على الاتجاه. يعني مثلا ايه لو الزاويه مثلا 90 فالاتجاه مثلا بيكون في اتجاه الواي اللي هو التغير في اتجاه البكسل بيكون في اتجاه الواي. بتجيبها هنا بتقول جي واي وعلى جي اكس بتاخد الظا بتاعتها اللي هو الانفرس بتاعت الظا بتاعت دي. كل حاجات بتاعت الرياضه كلها مالناش دعوه بيها، مش عايزين نخش في تفاصيل رياضيه اكتر يعني. بعد كده بتجيب اللوك النون ماكسيمم سيبريشن. يعني ايه النون ماكسيمم سيبريشن؟ يعني بتجيب البكسلات الاكبر قيم بكسلات موجوده حوالين النمرز بتاعتها. يعني مثلا بتعمل تشيك على كل بكسل جابتها من الماجنتيود بتاعتها. بتشوف ايه البكسلات اللي هي اكبر قيمه اكبر في حواليها بالجيران بتاعت البكسلات اللي هي جنبها على طول. في السوبل احنا ممكن نجيب لما كنا بنجيب الايدج في السوبل ممكن بيبقى في مثلا بكسل 2 بكسل 3 بكسل يعتبروا ايه ايدج. لما انت بتخش ايه على الانتنسيتي او التغير في الانتنسيتي ممكن نجيب هو بكسلات كتير ممكن هي ايدج بس ايه مش لازم. فكان في النون ماكسيمم سيبريشن بيجيب الاكبر، فانت بتجيب شارب للايدج اللي انت بتجيب النواه بتاعت الايدج نفسها. هنشوف ده كل ده دلوقتي في النتيجه بتاعتنا. بعد كده بيجيب الثري شولدنج. يعني ايه الثري شولدنج؟ بيعمل بيشوف البكسلات كلها اللي موجوده في الصوره عندك. بيحط احنا دي فعلا هي الثري شولد دي احنا اللي بنقدر نتحكم فيها، بس بيدي له الماكس فاليو والماين فاليو. الماكس فاليو دي لو قيمه البكسل دي اكبر منها يبقى دي حافه، فاهم؟ بيبقى في تغير كبير قوي البكسل دي. طبعا كل ما كميتها كل ما بتكون كبيره كل ما يكون التغير اللي في الانتنسيتي اللي في البكسلات اللي حواليها كبير. زي مثلا ايه لو انت بتتحرك مثلا من البكسلايه سودا البكسلايه بيضاء، فمثلا دي 0 ودي 255 فلما تطرحهم من بعض هيطلع لك 255 فهي كبيره. فانت بتحط ماكس فاليو مثلا ايه 200 مثلا، دي تعتبر حافه، هي اكيد حافه. وماين فاليو ان البكسلات اللي اقل من الثري شولد دي ما تجيبهاش، دي ما تعتبرش حافه. البكسلات بقى اللي بينهم، البكسلات اللي بينهم دي لو هي مرتبطه ببكسل فوق الماكس فاليو دي تعتبر خلاص دي تجيبها معاها ايدج، لكن لو مش مرتبطه بيها ما تجيبهاش، خليها بصفر. زي اللي اقل من الماين فاليو. طبعا هنا بيقول لك الاثنين ثري شولد دي بيفضل اللي هو بيقول لك حطهم ما بين النسب بتاعتها من 2 ل 1 او من 3 ل 1 كده. هو حاطط لك هنا مثال على الايدج ديتكشن. هنا دي صوره ميسي هنا اهو، جايب لك القيم بتاعتها وحطها هنا 200 و100 اللي هي الماكس فاليو 200 والثريش لينك دي 100.
فتعال كده بقى نشوفها ايه في الامجو سي في. بنقرا هنا صوره، بعد كده بنحولها بنعمل لها ريسايز، بعد كده بنقول هنا ايه الايمج دوت كاني، دي داله بترجع لي ايمج من جراي بايت. جراي بايت دي معناها ان هي رجع لي ايمج ابيض واسود بس، اللي هي الحواف بس، ويقول لي هنا في انا في حافه بس مش هجيبها لي بالالوان زي ما انا كنت بعملها بايه السوبر. اول سريش هنا لو احنا جينا قرينا هنا، لو احنا جينا وقفنا عن الكاني هنا، بيقول لك هنا ايه ان اول بارامتر ده السريش، وتاني بارامتر ده السريش لينكينج. السريش ده هو الماكس فاليو، والسريش لينكينج ده الفاليو اللي هي الماين فاليو اللي هي اقل منها ما تعتبرش ايه. ف بعد كده ايه بيجيبها لي جريج، بيرجع لي ايمج جراي بايت. بعد كده ايه احنا بنعرض الايمج والكاني. تعال كده ايه نعمل ران. طبعا القيم دي العب فيها زي ما انت عايز، بس يفضل تكون القيم دي ايه بنسبه 2 الى 1. يعني مثلا لو انت هتحط السريش 200 تبقى تحط ايه المين فاليو دي 100، لو هي مثلا 100 تحطها 50، او يا اما من 3 ل 1. يعني مثلا لو انت هتحطها 90 فانت السريش لينك تحطها 30 كده، يا اما 2 ل 1 يا اما 3 ل 1، بتطلع احسن نتائج يعني. دي الكاني بتاعتها، دي الايدجز، ودي الصوره بتاعتنا، ودي الايدجز اللي طلعت من الكاني. طبعا مفيش فرق بينهم، مش لا مش مفيش مش قصدي يعني، لا الكاني احسن من الصوبل بكتير يعني. طبعا كل ما انت بتقلل في القيم دي كل ما انت بتجيب ايدجز اكتر. يعني مثلا احنا بنقول هنا 200، لو انا خليناها هنا 100 ودي 50، طبعا انت ممكن تحط اي قيمه، بس انا بقول لك الافضل انت من 2 ل 1 او 3 ل 1. يعني مثلا لو احنا خليناها 100 هيجيب لي ايدجز اكتر، لان في قيم بكسلات اكبر من 8 بكتير يعني. او بص جاب لي ايدجز اكتر، وجاب لي حته برضو من التيشيرت هنا، من الشورت هنا قصدي، في البارامترات الاولانيه في الحاله الاولانيه ما جابليش خالص، جاب لي الحته دي فاضيه خالص. طبعا عشان في ان الخلفيه بيضه والشورت ابيض، فهو ايه مش واخد باله قوي من التغير اللي في الالوان دي. فده الكاني. طبعا ممكن تقدر عنها هنا في الاوبن سي في بتوسع اكتر هنا، شارح هو الحاجات دي بالتفصيل. لو انت ما فهمتش قوي يعني ممكن تبص عليها تفهم حاجات سهله قوي يعني، ما فيهاش اي صعوبه يعني خالص. فدي كانت الكاني في الامجو سي في، في الامج سي شارب.